أهلين وسهلين بالريس خضر. أهلا فيك سمو الأمير. هالقص جديد، جابوا لي يا خصوصي مشان أختبره. قالوا لي إنه مدى السهم فيه بيزيد، وبالرغم من هالشي احتمال الخطأ وعدم إصابة الهدف فيه ضعيف، لأنه حافة السهم هي اللي بتساعد على زيادة قوة الاختراق. رمية موفقة، بس سموك لا تنسى إنه أعدائك مانوا ثابتين، أكيد ما رح يبقوا واقفين بدون أي حركة وينتظروا ضربتكم. تفضل. الريس خضر وصل من شوي على مانيسا، والحقيقة ما حدا بيعرف شو سبب زيارته المفاجئة. روح خبر السلطان هيام وإلا أنا رح أحقق بهذا الموضوع فورا، وبعدين بشرح هذا الشي لمولانا السلطان. هو راح بناء على أمر مولانا السلطان يا باشا، بس عم يتصرفوا بهذا الموضوع وكأنه سر. معناها ممكن يكون هالشيء له علاقة بمقابلة سمو الأمير للسفير، وبظن أنه بعت له الريس خضر مشان ينصحه بخصوص هالتصرف. والله السلطانة الآن كتير وخايفة من هالخطوة، خاصة أنه خير الدين باشا بيكون من أقوى المناصرين للأمير مصطفى ودائما بيوقف جنبه وبيدعمه، ومبين أنه رح يساعده هلأ ويقول له كيف لازم يتصرف. قوة خير الدين باشا ونفوذه معروفين للكل يا سمبو الأغا، وهنن تماما مثل نفوذه للمقتول إبراهيم باشا. وفوق هذا كله بدك من السلطانة هيام ما تقلق وتخاف. على العموم يا سمبول، الحجر اللي ضربناه إجا بمحله، والأمير مصطفى أكل ضربة جديدة إن شاء الله. شو وضع التحضيرات للحملة يا باشا؟ طلع القرار ما هيك؟ ايه طلع قرار الحملة سموك، والتحضيرات ماشية تمام، وبظن وصلتكن أخبار جرأة الدوق فرديناند ومطامعه يا سمو الأمير. الحقيقة ما ضل حدا ما سمع بلقاء جنابكن مع الرسول لاسكي. وانت مشان هيك اجيت لعندي؟ معي أمر من مولانا لأخذكن على العاصمة. شو القراية والكتابة؟ لتكون سلطان لازم تكتب وتقرأ، لأنه هالشي بيخليك ما تغلط مثل بقية الناس.
بابا؟ مزبوط أخي مصطفى بده يجي اليوم؟ ايه وبيكون بطريقه لهون يا جهانجير. مبسوط كتير بهالخبر، أنا كتير اشتقت له لأخي. شو بدنا نقول لناهي الدوران؟ ما بظن في شي نقوله يا خديجة، واللي منعرفه هي بتعرفه. مو عرفانة ليش مولانا السلطان جابه بهالطريقة لهون. سلطانة، حضرة السلطانة ناهي الدوران وصلت على القصر. أهلا وسهلا نهد دوران. سلطانة. أهلا وسهلا سلطانة. كيفك؟ من أسبوعين والنوم مفارقني وضايعة بين الأرض والسماء. سمو الأمير إجا على القصر، الموضوع قلقني وما بعرف شو حيصير معه هون. رستم باشا، لهلأ ما في ولا خبر من لاسكي رسول فيرديناند؟ معقول ما عندكم تفاصيل عن هذا الموضوع يا باشا؟ والله لازم نسألك إلك يا خسروف باشا، وبما أنه لاسكي ما رجع على العاصمة لهلأ فهو يا أما هربان يا أما صاير معه شي، وبالحالتين في جريمة وفي مسؤول عنا. على أي أساس عم تتهمني يا رستم؟ اهدى يا خسروف باشا، وإنت كمان يا رستم باشا، هذا النقاش ما له أي لزوم، ولا نسيتوا أني موجود؟ العفو منك يا حضرة الوزير. دستور حضرة سمو الأمير مصطفى. أهلا وسهلا يا سمو الأمير، شرفتنا بحضورك. شكرا سليمان باشا، بدي هنيك وبارك لك بالمنصب، أنت بتستاهل أنك تكون نائب مولانا. بعد كل هالخدمات اللي قدمتها لدولتنا العلية بتستحق هيك مكانة. بالتوفيق وألف مبروك. الله يبارك فيكم ويطول بعمركم. الحمد لله على السلامة. خسروف باشا، طمني عن صحتك، منيحة إن شاء الله؟ بألف خير وعم أدعي لكم بالصحة يا أمير، وإن شاء الله لا مولانا ولا أنتوا يا أميرنا بتشوفوا أي تقصير منا. أم شرفتوا العاصمة، بيسعدني التقي فيكن مرة تانية هون سموكن. أنا هالشي ما بيسعدني أبدا. صحيح إخواتي رح يروحوا على السنجاق، بس أنا رح أبقى معك هون. لا تزعل على أخي محمد، قال إنه بيقدر يجي يزورني أيمتى ما كان. فيني روح زورهم بابا؟ طيب شو رأيك نروح نزورهم أنا وياك؟ أنت أكيد اشتقت لهم كتير، ما هيك بابا؟ 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 لما بيجي أخي منروح منزور إخواتنا الباقيين؟ ايه اكيد طبعا. انت من شو مزعوج؟ وانت شو اللي عرفك؟ لانه وشك ما عم يضحك، وانا مثلك وقت بزعل ما بضحك. جهانجير، انت ابني الجريء، يلا روح هلا بعدين بشوفك. شلون خضر خير الدين باشا بيجيب الامير مصطفى على العزمة بقرار منه؟ مولانا كان لازم هو يستدعي للأمير، ليش هيك صار؟ ما عم بفهم. بما أنه مولانا وافق على الموضوع معناته هالشي مناسب. كيف يعني مناسب؟ الموضوع فيه مؤامرة لأنه تدخلوا فيه هيام ورستم.
في شي عم بيخططوا له هالمرة واضح كتير، واللي صار بلطفي أكبر دليل. بس هيام ما لها علاقة بقصة لطفي باشا يا ناهي الدوران. السلطانة شهرزاد هي اللي طلبت الطلاق. أنا متأكدة إنه بيستاهل هالشي وما بلومه بنوب، بس هلأ وبعد هالانفصال ما بقى في شي بيوقف بوش مؤامرته لهيام أبدا. طلع لطفي باشا من الديوان وأخذت راحته. أنا أصلا كان بدي إياه يموت، بس سامحته وعفيت عنه بس مشان بنتي أسمهان. صحيح، أسمهان وينها؟ ما شفتها. اشتاقت لأبوها فسافرت لعنده على الجزيرة. ناهى الدوران، جناحك جاهز، بتكوني تعبانة لأنه طريقك كان طويل. هلأ مو وقت الراحة يا سلطانة، عن إذنكم. خير لوين؟ ما عاد فيني استنى أكتر من هيك، صار لازم اطمن. جهانجير. أخي مصطفى. جهانجير. أميرنا كبران ما شاء الله. وأنت كمان كبران. بابا عم ينتظرك جوا. فخرية تعالي. خير يا سنبل آغا، ليش هيك متوتر؟ قلي لي وين السلطانة هيام؟ راحت على الحمام بس هلأ شوي وبتجي. خير شوفي. اركدي روحي لعندها فورا خبرية، سمو الأمير مصطفى وصل على القصر ورح يفوت لعند مولانا السلطان يشوفه. مولاتي السلطانة بتعرف، بس أنت قدرت تفهم شو عم بيصير؟ مولاي، بعثت الرئيس خضر ليجيبني لهون على العاصمة، وأنا مو فهمان شو الضرورة اللي خلتكن تستدعوني بهي الطريقة، وخصوصا أني تحت أمركن بتكفيني إشارة لأحضر. أنا شفت أنه هيك أنسب. أنا ما بعرف شو اللي واصلكن، بس من خلال لقائي بالرسول لاسكي ما صار أي شيء ممكن يزعجك يا مولاي. أصلا أنا ما قابلته لحالي، القاضي كان معي وكتب وحفظ كل شي حكينا. خلاصة كان بده ياني يكون وسيط صلح، وأنا بدوري فهمتهم أنه مولاي السلطان هو اللي بيأمر بقرار السلم أو الحرب. القصة مو قصة شو قلت وشو حكيت يا مصطفى. بالأول شلون بترضى تلتقي برسل الأعداء؟ شلون بتتجرأ تتصرف هيك؟ وبأي حق بتشوف إنك مخول لتلتقي فيهم؟ ما بعرف شو اللي عم يفكر فيه مولانا هلأ، بس بما أنه قرر يجتمع هو والأمير لوحدهم فالقصة خطيرة. الظاهر أنه القصة فيها عصيان للأوامر، وخاصة بعد ما استدعى بها الطريقة هي. مستحيل هالشي يا نصوح أفندي. كيف بيخطر لك تحكي هيك؟ واضح أنه في حدا مورطه لسمو الأمير، وإلا كيف بيتجرأ الرسول وبيروح لعنده؟ أنا حققت بالموضوع بس ما طلع معي شيء أبدا، ولاسكي بدل ما يرجع على الأسي ثاني هرب دغري على بلده. شو الداعي للتحقيق يا باشا؟ معروف مين عمله، هذا شغل رستم. مولانا أصلا صار عنده علم بالحادثة، وإن شاء الله بتكون آخرتها خير على سموه، بس ضروري نحكي بالتفاصيل بعدين، هالثقة كلها مانا منيحة. ما كان عندي خبر بزيارته يا مولاي، إجا فجأة وأصر على مقابلتي وأنا حبيت وقفه عند حده. بس أنا نبهتك كتير من قبل، قلت لك إنه لازم تراعي القواعد والأصول بالتعامل، وقلت لك ما بتعمل أي شيء من راسك بدون ما تاخد رأيي من قبل، ومع هيك وقعت للمرة الثالثة بالمحظور. وأنا كان كل هدفي مولاي
إني أخدمكن وأخدم الدولة العلية. يا ريت يا مولاي تغفروا لي هالغلطة، وبوعدكن هالشي ما بقى يتكرر. ما عندي شك بحسن نواياك، مع هيك هذا غلط واضح، بس حاول إنك تستفيد منه مشان يكون رصيد لخبرتك. وأنا فهمت غلطتي يا مولاي، ومن هلأ ورايح رح كون حذر. أحسن. وهلأ رح خبرك ليش بعدت لك. بتكون عرفت بأنه قررنا نشن حملة على بودين، وهلأ عم بيقوموا بكل التحضيرات، وبإذن الله بس نجهز رح نمشي فورا. أنا إذا بقدر كون معكن هذا الشي بيكون شرف لإلي يا مولاي. أنت رح تبقى هون لأنك رح تكون المسؤول عن حماية اسطنبول، والوزير الأعظم سليمان باشا حيكون مسؤول عن حماية الأناضول. يلي بتشوفه بيكون مناسب يا مولاي. وبس نرجع وننتهي من بودين ما رح تبقى والي عمانسة، أماسيا رح تصير لإلك، وفيك تعتبر من هلأ بأنك صرت والي سنجق أماسيا. دستور حضرة السلطانة ناهد دوران. سلطانة أهلا وسهلا. ألفت عفيفة خانم، وين سمو الأمير؟ لساته مشغول مع مولانا يا سلطانة. إذا بتحبوا منروح أول شي على جناحي. لازم شوف سمو الأمير بالأول يا ألفت. مولاي أنا طبعاً ما عم بعترض على قراركن، بس بصراحة حسيته غريب. شو سبب هالتغييرات؟ يعني إذا كانت عقوبة لأني قابلت الرسول. هالتغيير مفيد يا مصطفى، مو عقوبة يعني، بالعكس هذا مكافأة لإلك. بما أنه أماسيا قريبة كتير من العجم والبحر الأسود، فبالتالي هي سنجق أهم بكتير من مانيسا. الدولة العالية بحدود الشرقية صارت من مسؤوليتك. فكرت محمد رح يكون المسؤول عنه وإنكن أخذتوا القرار؟ لهلا محمد ما عنده خبرة كويسة، أنت إلك زمان بمانيسا وصار عندك خبرة أكبر، بس مو لدرجة إنك تشكك بقراري وتقلي شو المفروض ساوي. مولاي بكفي هيك، فيك تمشي. قبل ما روح مانيسا كنت عم تعلمني المبارزة بحديقة القصر، ووقتها قلت لي جملة. بلشت تخسر براءتك وانت عم تكبر يا مصطفى، وهالشي خسارة. وانا بهداك اليوم ما فهمت ليش هيك قلت لي، بس هلأ صار مفهوم. انا فعلا هلأ كبرت وواضح اني خسرت براءتي. سلطانة الأمير لساته عند مولانا؟ لساته يا سلطانة. مصطفى بعتي حدا على مانيسا اليوم، خليهم يجيبوا لك كل أغراضك الخاصة. شو صار مع مولانا؟ رح نبقى هون بفترة الحملة، وبعد ما تخلص رح نروح سوا أماسيا. مولاي عيني والي عليها.
سمو الأمير. سلطانة، بدي اعتذر منك. السلطانة هي مشغولة هلأ، إذا بتحبي تعب وقت تاني وما بتكوني... فيها تحكي معي؟ أصلاً ما لعين تواجهني، بعرف هالشي. ويام ويام ويام، الله ينتقم منك يا ويام. ولك الله يلعن الساعة اللي جابوك فيها على هالقصر لهون. بعرف إنك عم تسمعيني. سلطانة، شو رح تستفيدي من شوفتها؟ خلص روقي. أنا خلاص رح طق يا ألفت، رح موت من اللي عملته، ما كفاها مد مصدمنا من سنين لهلأ. خلص روقي يا سلطانة، أكيد رح يجي يوم ويظهر فيه الحق. أكيد الحق رح يظهر طبعاً، هنا في ابني اللي سببه هي، والله لحتى خليها تدفع ثمنه غالي. سمو الأمير نفو؟ قول لسلطانتك المغرورة اللي صار ما رح يمر ببساطة هيك، والله شاهد على اللي عم قوله وبتشوف، لا تكون نهايتها على ايدي هي وعصابتها الوسخة. سلطانة. حضرة الباشا، قدرت تعرف شو صار؟ مولانا السلطان خبرني باتخاذه لبعض القرارات الهامة، واللي طبعا ما في اي مانع انكم تعرفوها. القرارات هي انتقال سمو الامير وعزله من منصبه كوالي لمنيسة، وتعيينه والي لسنجق أماسيا، وأمر كمان بأنه يبقى بقصر العاصمة طول فترة الحملة ليكون مسؤول عن حماية اسطنبول، والأناضول أنا حكون مسؤول عن حمايتها، لهيك رح انتقل اعتبارا من اليوم. يا باشا هالقرار ظلم، أميرنا ما له ذنب بالموضوع، وأنا حكيت لك كل اللي صار. نحن بالعادة ما منتدخل ولا منعترض على قرارات مولانا. رستم باشا، انت شو مفكر حالك لحتى توجهني؟ لما كنت عم تنظف اسطبلات الخيول كنت انا حاكم البحر المتوسط، فلا تتجاوز حدودك وعرف مستواك. وانا حكيت بصفة الحاضر مو الماضي يا باشا، انا هلأ وزير قبة عند مولانا السلطان، بالاضافة اني صهره، فلا تتجاوز حدودك معي ابدا. وشو الفايدة من كونك وزير قبة بدولتنا العلية إذا ما كان لك بنظري أي قيمة ووقار؟ أنت اللي جابك على هذا المنصب صار معروف، بل النسوان أنت ما بتسوى شي. حضرة الباشا، خلينا نروح بلا ما تزعج حالك أكتر من هيك. إيه بس قبل ما أروح في جوز كلام ضروري نحكي، والكل لازم يسمع ويستفيد منه. الحديد ما بياخد محل الذهب أبدا. أميرنا كسب محبة الشعب والعسكر وكل القلوب بدولتنا، ولو شو ما سويته رح يضل هو الوريث الأقوى للعرش. شاف محمد وقت ولد على عرشه يا باشا. انت اكتر واحد مؤهل انه يستلم هالمنصب يا مصطفى، واذا ضليتك على موقفك هاد رح تكون الفرصة المناسبة للسلطان هيام. للأسف يا باشا يلي كنت خايف منه صار. ناهي الدوران كتير معصبة، أول مرة بشوفها هيك. حتى لو هزموها
لازم تكون متماسكة أكتر، ولازم نوقف معه مشان ما تغلط بشي موقف يا خديجة. واضح أنه يام كمان مخوفتك. طالما أنت وناهد دوران يلي واقفين بصفي فهو يام كسبان كتير. يعني المشكلة فينا. مصطفى، ادخل. وينك لهلا؟ بعتذر على التأخير. رح نطلع بحملة بودين. محمد، انت رح تيجي معنا. بيشرفني كون معكم مولاي. سليم، انت ما رح تطلع بالحملة، وكمان بيزيد رح يضل هون. انتو اتنين رح تروحوا على السنجق. رح روح معه كمان؟ ايه طبعا. بشكركن يا مولاي، وبوعدكم ما خجلكن ابدا. ان شاء الله. انا مبسوط منكن هالفترة، الله يرضى عليكن. امين. محمد، انت بعد هاي الحملة رح تصير والي سنجق، حددوا لما بنرجع. مصطفى، خير؟ شو اللي جابك؟ شو القصة حبيبي؟ وضعك مو عاجبني. إبراهيم كان أكثر واحد فينا مخلص لمولاي، ولا مرة عصاء أو أساء له بأي تصرف، بس بالآخر شو كانت نهايته؟ نهايته كانت القتل. قتله بس لأنه احتضني وكان يحميني ويخاف علي. واضح يا سلطانة، نهايتي بعد العقاب ما عادت مطولة بنوب، ويلي صار مع إبراهيم باشا رح يكون هو مصيري المحتوم، وأنا ناطره. مصطفى، خوفني كلامك، شو اللي صاير معك؟ نفاني على أماسيا يا سلطانة. مولانا السلطان طردني من جنته، وهلأ صرت بجهنم. مصطفى، الأمير محمد رح يروح قريبا بإذن الله على سنجق العرش يا شكري. الله يطولنا ويمدلنا بعمره لمولانا السلطان. يعني هيك صار معروف مين رح يكون وريس العرش. سنبول آغا؟ طيب سموه الأمير مصطفى وين عينه؟ بلا لك السؤال. قلتك لشو عم السلطانة هيام الله يمده بعمره بعتت هالحلويات على شرف الأمراء، وهالشي مشان تدعولن بالصحة وطولة العمر. الله يحفظ الأمراء ويمدلنا بعمرهم. السلطانة هيام عم تحتفل بالنصر. الله أعلم هلأ كيف حالة السلطانة ناهد دوران. بظن أنه وضع الأمير مصطفى من سيء لأسوأ. بس وضع الأمير ما بيستاهل. سكري تمك أنت وياها، يعني مو ناقص إلا تتدخلوا بأمور أسيادكن. شو قلت لك يا شكري؟ قلت لك انه ما حدا بالسلطنه بيطلع له مع السلطانه هيام. والله اذا كل العالم بيوقف ضد هالسلطانه ما رح يطلع له معه. مالك علي يمين بنظره واحده من عيونها للسلطانه؟ عليم الله انه الاخضر واليابس بيحترق حرق. يعطيكم العافيه. خير مرجان اغا؟ وشك ولا ضو القمر يا رجل؟ تفضل كلك لقمة، تحلى، اتعال عود. والله يا سنبول، طق الحنك على الفاضي ما بحبه. يلي بيحكي معروف مين هو. بنصحك تنتبه لحالك، الوضع مو لمصلحتك، والجبال يلي وثقت فيها ما بقى هلأ تحميك. طالما عندك فرصة هروب يلا انقذ حالك، لأنه هالجبال رح تنهد كلها فوق راسك وتقضي عليك.
إيه بس أنا ماني مثلك بنوب. أنت بتعرف إني ما بتغير وما بخون بنوب. الحمد لله إني مو من هالطينة. طينة اللي تاخد واحد مثلك، أنا كان ناقصني كمان مرجان الزفت هاد. لو تشوف وش السلطانة اليوم والله تقول رجعت صبية، ما بتتخيل قديش انبسطت من شانك. محمد انت ليش مو على بعضك؟ انا كنت قبلان روح على أماسيا، بس ما عم بفهم ليش السلطان تراجع وغير رأيه. مولانا السلطان أكيد عنده أسبابه وبتتعلق بمصلحة السلطنة، بعدين حدا بينزعج لأنه صار ولي عهد؟ المشكلة مو عندي يا مريم، مصطفى أخي. أنا هلأ شو بدي أقول له؟ وكيف بدي أفسر له الشيء اللي صار؟ إذا الموضوع هيك لا تاكل هم. الكل بيعرف قديش قلبك أبيض وقديش بتحب أخوك، ومصطفى بيعرف هالشي، بعدين هذا مو قرارك. مو مزبوط، هذا ظلم ومستحيل أقبل. فكرت إذا مصطفى استلم العرش شو اللي ممكن يعمله؟ رح قلك يا محمد، أول شي رح يقتلك وبعدين رح ينفيني أنا وأمي. لا أخي، مصطفى مستحيل يساوي هالشي، مستحيل يفكر يقتلني. اليوم ما بيقتلك، بس ما حدا بيضمن بكرة شو ممكن يساوي. ولا تنسى أنه جدودك هنن اللي حطوا هاي القوانين. بترجاكي يا مريم لا تحكي مثل أمك، أساساً الكل عم يقول أنه هالموضوع هي وراه. محمد أنا كمان صرت أم، وهلأ صار فيني أعرف الأم بشو بتحس. أوعك تتهمها ولا تفكر تلومها، الأم ما بتفكر غير بشغلة واحدة وهي مصلحة ولادها، وبتسعى لتوصل لها. مصطفى، إذا كنت أنت مزعوجة شوي فأنا مزعوجة أضعاف. لازم نضل قوايا يا ابني وما نسمح للنار اللي جواتنا أنه تحرقنا. لما الواحد يفقد شخص قريب بحسه كأنه قلبه عم يحترق. هالنار ممكن تضعف بس مستحيل تنطفي كلها لآخر يوم بحياته. ويلي زعجني مو الروحة على أماسيا، اليوم خسرت سلطاني مو بس العرش. لا اوعك تفكر بهالطريقة، هيام هذا اللي بدها توصل له وهي اللي عم تحرضه لمولانا. هيام مو هي السبب الوحيد بالوضع اللي أنا فيه سلطانة، لازم تعرفي هالشي. شو ما حكت وقالت للسلطان وحتى شو ما ساويت مستحيل كانت تنجح لو ما كان مولاي السلطان أصلاً عنده رغبة بهالشي. مصطفى طلع فيني وأوعك تضعف، كل يلي وثقنا فيهم خانونا، لهيك المفروض نثق ببعضنا بس أنا وانت، لا السلطانة شهرزاد ولا السلطانة خديجة ولا حدا، فهمت؟ الكل بالقصر عم يركض ورا مصالحه، وكل هدول الموجودين حوالينا وحوش، نحن اللي رح نخلص على هالحي ونرتاح منها ونوقف ويام عند حدها. محمد باشا عن قريب رح يوصل على بودين يا مولاي، وبإذن الله رح يوقفوا عند حده لفرديناند قبل ما نوصل نحنا. إن شاء الله. إذا ما في شي تاني فيك تمشي. لا في موضوع تاني يا مولاي. سليمان باشا أجا على الديوان مشان يبلغ قرار حضرتك. خضر خير الدين باشا
ما كان مرتاح أبدا للقرار اللي أخذته بخصوص الأمير مصطفى، وقال إنه وين ما راح سمو الأمير راح يضل أقوى وريث لعرش السلطان. مزبوط حكيه، على اعتبار مصطفى ابني الكبير فهو الأمير الأقرب للعرش، والقرار اللي أخذته ما بيغير من هالحقيقة. بس ما بتعرف المستقبل شو مخبي، يعني العلم عند رب العالمين. ايه طبعا يا مولاي، بس ما حدا له حق يناقش قرار انتو اتخذتوه، وكمان انا عم اتعرض لتهديدات كتير واضحة بعد قصة السفير اللي وصلت لجنابك. فضل. مولاي بس ما أكون أزعجتك. معقول تزعجيني وخاصة إنك جاهبتي لي حفيدتي معك؟ قلت لازم بنتي عائشة تجي تزور جدة. عائشة يا ملاكي، كيف ممكن نكون عميان لهالدرجة؟ قلنا بدنا نحميه لمصطفى وهلأ عم نتفرج على موته وتاركين هيام تحقق أحلامها على كيفة. منعتيني عنا أكتر من مرة ولكي شو صار؟ كل اللي عملتي ما جاب نتيجة. هلأ مو هذا موضوعنا يا خديجة، نحن من اليوم ورايح شوفي غير المصايب من اليوم ورايح. ما نك شايفة حالتنا؟ لك نحن خسرنا كتير ولساتنا عم نخسر. سلطانة، في عبارة نحن العساكر على طول منرددها، إذا كان السيف لساته بإيدك معناها لسه ما خسرت. اللي يا باشا شو رح نعمل؟ رح ننسحب هلأ، رح ننسحب ونستجمع قوتنا مشان نخوض الحرب من أول وجديد، بس هالمرة رح يكون خضر خير الدين باشا واقف بصفنا. سلطانة، سمو الأمير محمد وصل يا سلطانة. محمد يا حبيب قلبي تعال، أهلا وسهلا. شكرا يا سلطانة. سلطانة، شرفتنا بزيارتك يا أمير، أهلا وسهلا. شكرا يا خسروف باشا، جيت شوف مصطفى واطمن عليه. سلطانة، بالي بيك. الله يخليها ويحميها، ما شاء الله حلوة كتير. باشا، بالي بيك. خير، من وين جاي بهالوقت المتأخر؟ كان عندي شغل يا باشا. الله يقويك يا بيك. هلأ الروحة على الخمارة صارت شغل؟ بالإذن منك سلطانة. ما بعرف ليش مولانا بيعطي لبالي بيك أهمية كبيرة مع أنه ما في براسه غير النسوان. باشا تأخر الوقت وعائشة صار لازم تنام. ما في داعي تزعل وتعصب لهالدرجة يا قلبي، لأنه كل شي عم بصير من تحت راس هيام وأعوانا لازم تعتبرها غيمة سودة ورح تروح. فكر بالأيام الجاي، أنت ولي العهد صح؟ ما بعرف إذا كانت في أيام جاية ولا لا، بشك بهالشي. مولاي السلطان حطني بقفص وسكر علي. لا تحكي هيك، خلاص شيل هالأفكار السودة من راسك، ما بصير أبدا. هذا الظرف حبيبي ما بده غير الصبر. أنت مستقبل هالدولة يا مصطفى ولا نسيت؟ وهلأ أو بعدين كل الناس رح يخضعوا لك يا ابني. أنت بس ادعي إنه ربك يعطينا القوة لهداك الوقت. طريقنا طويل وكله مشاكل، الله يستر. ادخل. سمو الأمير، إذا كنت مو فاضي برجع بوقت تاني. لا اتفضل محمد، السلطانة كانت رح تروح. سمو الأمير. سلطانة.
كيف صحتك أخي؟ منيحة. وين البقية؟ شو جابك لحالك؟ رح يجوا يشوفوك بعدين، بس أنا حابب شوفك على انفراد. مولانا السلطان بعد ما طلعت نادالنا وحكالنا عن قصة السنجق. مولانا شايف إنه هذا هو المناسب ونحن ما فينا ناطر. إيه طبعا أكيد، بس أنا كتير مزعوج، حتى ما كان عندي علم إني رح أتعين بمنسة. عينك أنت بمنسة؟ توقعتك بتعرف الموضوع. كله خير يا محمد، إن شاء الله ألف مبروك. سامحني يا أخي، قسماً بالله كنت مفكر إنه عندك علم بالموضوع. لا ما في مشكلة محمد، أنت ما لك علاقة بكل هالوضع. طالما ما لي علاقة، شو سبب هالبرود اللي بوشك؟ من لما فتت عم تتجنب تطلع بعيوني، مو على أساس ما حدا بيقدر يفرق بيناتنا؟ ارجع جناحك محمد، بلا ما أمك تقلق عليك. عائشة كتير بتشبهك يا مريم، إن شاء الله بتطلع حلوة مثلك. جمال مو مهم، ادعي لها بالحظ الحلو. الله يبعث لها الحظ. آخر مرة شفتك وقت عرسك وكنتي أجمل عروس شافتها عيني، وأتعس عروس. مصطفى هالشي صار من الماضي، يلي شفتها بالعرس ما عادت موجودة وما رح تشوفها مرة تانية. هالشعور أنا بعرفه كتير منيح، لأني أنا عم عيشه مثلك. ما فيك تغيري الحياة، الحياة هي اللي بتغيرك. عذرني يا سمو الأمير، ما صار لي خبر بجيتكم لعنا. حبيت أعمل زيارة لأختي وشوف بنتها، في عندك أي مانع؟ حاشا، زيارتك شرف كبير لإلنا. سلطانة. مرجان آغا، خبر مولانا السلطان بإني إجيت. أمرك مولاتي السلطانة. تفضل. مولاي، حضرة السلطانة ناهي الدوران برا. دخلها. مولاي تعالي نهي الدوران، تفضلي. أهلا وسهلا، كيفك؟ ماني منيحة يا مولاي. الأم اللي ابنها منفي شلون بدك إياها تكون منيحة يا مولاي؟ قلي. انبسطت كتير لأنك رح تبقى هون كل فترة الحملة يا أخي، هيك منشعر بأمان أكتر. بعد الأحداث الأخيرة بفضل أني أبقى بإسطنبول أكثر ما أطلع على الحملة. وين ما وجدت يا سمو الأمير لك دور مهم، ما هيك يا سلطانة مريم؟ شو هالجرأة؟ ما بتعرفي يا ناهي الدوران أنه قراراتي ما بتتناقش؟ مولاي أنا ما عم ناقش أي قرار اتخذته، بس أنا بدي أفهم شو هو الموضوع. يعني مصطفى ابنك الكبير وانت كنت من زمان كتير تحبه. مزبوط كلامك، عندك شك بهالشي؟ انا صرت عم شك بكل شي يا مولاي، بعد اللي مر علي فقدت الثقة باللي حوالي.
أنا ما قلت إنه الأمير ما عنده أخطاء بشغله، طبعاً عنده، بس كل إنسان فينا معرض إنه يغلط. زمان أنت كمان كنت بمنيسة، واللي عملته بوقتها أنا كنت شاهدة عليه، بس هذا الشيء مو معناته إنك كنت ناوي وقتها تتمرد على والدك السلطان سليم أبداً، حتى إنك ما فكرت بهالأمر بكل حياتك. ما عم بفهم الحكي، شو مناسبته؟ القرار اللي أنا أخذته ما له علاقة بحكيك بنوب. لكن فهمني ليش أخذت هيك قرار؟ ابنك ما بيستاهل إنك هيك تعامله. حاسس إنه خسرك يا مولاي. ابنك مصطفى، الله بيشهد عليه يا مولاي قديش بحبك وبيحترمك. ابنك البكر لا تكسر له قلبه، والله ما بيستاهل تعمل فيه هيك، هو كتير متضايق. رح أقلك شغلي يا ناهد دوران مشان تطمني، أنا مستحيل إني أخسر ابني ولا ابني رح يخسرني. وبالنسبة لقراري تطمني، مانو نفي ولا عقوبة، بس انت ما لازم تنسي انه مانيسيا مثلها مثل كل السناجق بالدولة العليا، والمرحوم السلطان بيزيد هو اللي عملها مركز لولي العهد. مولاي انا عم بترجاك انك تعيد النظر بالقرار اللي اتخذته كرمالي. انا بعرف انه انت ورا هالشغلة يا رستم. عفوا سمو الأمير، بس عن شو عم تحكي؟ ماني فاهمة. مو أنت اللي بعتلي هداك السفير؟ وبعدين إجيت لعند مولانا السلطان وافتريت علي. حاشا يا سمو الأمير، يعني معقولة أنا أجي شوه صورتك قدام السلطان؟ اللي وصل لك هذا الحكي عم يكذب عليك. أنا حذرتك من قبل يا رستو، أنت صحيح صهرنا بس ما بيحق لك تتدخل بقصصنا العائلية بنوب. سمو الأمير أنا سكوت واسمعني منيح. بتروح بتقول للي عم تخدمه رح حاسبوا على اللي عملوا فيني حتى لو بآخر يوم بعمري. ما رح أتراجع عن قراري، هيك بيكون يا ناهد دوران أفضل للكل. ظاهر يا مولاي إنه كل توسلاتي ما في إلون قيمة عندك. مفكر إني ما بعرف قراراتك مين وراها؟ أنت شو قصدك؟ أنا عم أقلك الكلام اللي وصل لي وسمعته يا مولاي، وحسب ما سمعت انه ورا اللي عملته هيام السلطانه اصلا هي من اكثر من سنه عم تسعى انه محمد ما يروح على السنجق وضل هون. طبعا ابنها هلا صار عمره 20 سنه وصار في نافس اخوه على حقوقه. هاد مو كلامي لحالي، الكل عم يحكوا فيه، وانت قبلان بهالشي. هي اخر مره رح اسمح لك تفوتي لهون. خير سلطانة، فيكي شي؟ حتى لو كان هالقرار مزعج لإلك، بس مانو نهاية الدنيا. الشي اللي صار مو منيح يا ريس خضر. صحيح وجودك جنبي هو فخر لإلي، بس بنفس الوقت عم بيخوفني. ما فهمت عليك سمو الأمير. أنا مو حابب حدا يتأذى بسببي وخصوصي أنت، أنت بتعرف معزتك. والله يا سمو الأمير هالخوف ما له داعي، لأنه كله مقدر ومكتوب. إذا الشي الغالي راح فأكيد ما عاد في شي ينزعل عليه. سمو الأمير، إذا راح الرأس ما رح نأسف على الرجلين. هيام هي السبب، العيون بكل مكان وأي كلمة منحكيها بتوصلها فوراً، ومولانا عم يسمع كلامها. صوروا حتى السلطان سيطرت عليها الحية. وشو متوقع؟ هاد اللي عم تسعاله من زمان، رستم من جهة وهي من جهة، خسارة. إذا رح تضلي تشتغلي لحالك رح يصير فيكي أكتر من هيك. مستقبل ابني عم يتدمر والكل واقف عم يتفرج، يعني بتكون مني واقف متكتفة وما ساعده معقول؟ مصطفى بيهمنا مثل ما بيهمك يا ناهد دوران. صدقيني قلبنا كلنا محروق. معناتها ساعدوني يا سلطانة،
لازم بسرعة نتحرك. قريبا مولاي رح يروح على الحملة، ولهداك الوقت ما حنعمل شي. عم تفهمي علي خديجة؟ بس تمشي الحملة رح نقعد سوا ونحكي بكل شي. موافقة ما هيك يا خديجة؟ ممتاز. شو رأيك يا سلطانة بهالكلام؟ فعلاً مثل ما عم تحكي شهرزاد لازم نستنى؟ والله ما بعرف يا ناهي الدوران. سلطانة، بترجاك لا تخلي السلطانة شهرزاد توقف بطريقنا، نحن لازم ننقذ مصطفى. لا تفهميني غلط، هي من زمان استسلمت. ما فهمت أنت شو قصدك. حلفت بأنها تنتقم للمرحوم إبراهيم باشا، بس ما عملت أي شيء بهالخصوص. أو حتى فيك تقولي ما طلع بإيدها شيء أبداً. وبعد ما أمنت أنه جوزها لطفي باشا تعين بالدولة تراجعت. دم الباشا لهلأ على الأرض يا خديجة، بعدين ضربوكي ورموكي بالغابة، وهلأ دور ابني ونفولي يا سلطانة. إذا سكتنا مثل العادة وما عملنا شي كمان دم ابني رح ينسفك على الأرض. أنت موافقة على هالشي سلطانة؟ جلالة السلطان سليمان المعظم، رئيس خضر. أمرك مولاي. شو بتخبرنا عن تحضيرات الحرب؟ إن شاء الله كل الأمور منيحة. مولاي الحمد لله الأمور كلها جاهزة، وإجا خبر من محمد باشا بيقول إنه خلال كم يوم رح يكون ببودين. عظيم عظيم. انتبه لما بتحكي رأيك يا باشا، وخاصة عن ولي العهد مصطفى، لأنه كل شي عم تحكي عنه عم يوصلني. بشكر ربي إنه ما عندي سر خبي عنكن يا مولاي. لما صارت الحادثة الأخيرة في ناس قالوا إنه الأمير مصطفى سقط من عين جلالتكن. أنا قلت لهم وقتها انتبهوا منيح، ما بيصير إنه نحكي كلام ما إله أي معنى بحق سمو الأمير ولي العهد. جنود فرديناند وصلوا لأبواب القلعة يا جلالة الملكة، وجنودنا عم يدافعوا بروحهم وبدمهم، ونحن لهلأ عم نقاوم، بس ما بعرف قديه لسه فينا نستحمل. لازم نتحمل يا مارتينوزي، ما عنا حل غيره. أكيد جلالة الملكة، لأنه إذا قدرنا نحافظ على القلعة صامدة حتى يوصل الجيش العثماني رح ننتصر على فرديناند. مارتينوزي، نحن لازم ندعي إنهم يوصلوا بالوقت المناسب. سلطانة، أنت منيحة؟ بالي بيك خير. شوفي، جايب شي خبر من القصر؟ لا تشغلي بالك بنوب سلطانة، ما في شي مهم. أثناء غيابي فتح عيونك منيح يا خانم. أوعيك تتركي السلطانة مريم تغيب عن عينك لحظة. كل شغلة بتعملها بتسجليها يوم بيوم. سليم وبيازيد كانوا على طول يتخانقوا، بس هلأ أكيد رح يشتاقوا لبعضهم. الحق معك، أحياناً البعد بيكون كتير منيح، بيخلي الإنسان يعرف قيمة اللي بيحبون. باشا. خير يا بالي بيك، أنت شو عم تعمل هون؟ مولانا السلطان أعلن عن انطلاق الحملة،
وطلب من حضرتك تتوجه على صوفيا، وبيك الأناضول رح يكون هنيك. بالبداية رح تمشوا قبلنا، بتخيموا بنيش وبتنتظروا مولاي حتى يصل. رح روح شوف أمرائنا شوي قبل ما يطلعوا على الحملة. أمينة روحي نيميها لعائشة وخليكي معها. تأمري يا سلطانة. رستم باشا. سلطان. سلطانة أنا جاي فورا. صاير عم شوفك كتير هون حوالين قصري يا بالي بيك، من الأفضل تبطل هذا الشيء. شو بتقصد يا باشا؟ فيك تفهمني شو اللي بدك تقوله؟ أنا حكيت اللي عندي يا بالي بيك، ما بدي شوفك هون. أنا رح روح، بس عقلي وفكري رح يضل عندك يا سلطانة. بترجاكي لا تعملي أي تصرف غلط ولا تخلي غضبك يتغلب عليكي. لا تخاف يا باشا، ماني لحالي. لوقت ما ترجع رح ضل قاعدة عند السلطانة شهرزاد بقصر. وجودك عندها بيخليني مرتاح ومطمن. وكمان يا سلطانة رح يكون معك علي آغا. علي آغا. سلطانة. باشا. علي آغا اجا معي من البوسنة يا سلطانة. وقت اللي كنت عم بخدم هنيك كان أوفر جالي من سنين، وهو عم يخدمني، وفيكي تعتمدي عليه بأي شي بتريدي. طيب ماشي. تعالي يا بنات يلا عجلوا شوي، إلكم من الصبح عم تجهزوا حالكم. بسرعة يلا بسرعة بسرعة. انتي تابع لمين؟ أنا بحرم لك الأمير سليم. منيح طالما هيك يلا. وانتي؟ أنا بحرم لك الأمير بيازيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرية خانم مو ملاقي أفضل من هدول البنات لتجيبهم للأمراء؟ أغوات يلا ضبوا هدول وخدوهم للحديقة بسرعة. يلا يلا بسرعة سريع. يلا تحركوا بسرعة لا تضيعوا وقت. عفيفة خانم. سنبل آغا، كل التحضيرات صارت جاهزة إن شاء الله؟ جاهزة جاهزة، بس والله حاسس حالي رح أوقع من طولي، وصار لي أيام على هالحالة هاي وما ارتحت ولا لحظة. أصلاً لو ما نقيت كنت رح أستغرب. السلطانة هيام راحت قبل شوي على الغرفة الخاصة مع الأمراء، بدها تشوفهم قبل السفر. وإنت روح على الحديقة الخاصة وخليك عند الأغوات. ماشي. عفيفة خانم، هلأ بعد ما يسافر مولانا السلطان سليمان رح يضل الأمير مصطفى والسلطانة مريم قاعدين عنا هون بالقصر؟ ما فهمت لشو هالسؤال؟ لا ولا شي، بس السلطانة هيام متوترة كتير هالمرة، خايفة يصير شي مو متوقع. نحن موجودين هون يا سنبل آغا مشان نمنع يصير أي غلط. لوقت ما يرجع مولانا ما بدي يصير أي مشكلة، لهيك لازم تفتح عيونك منيح. إن شاء الله إن شاء الله ما رح يصير ولا شي. باشا أنا جمعت حضرات القضاة وحكيت معهم بالموضوع بالتفصيل. اطمن باشا، نحن اتخذنا كل التدابير الضرورية لضبط البلد وقت الحملة، وما بظن أنه راح يصير مشاكل ابنه. كتير منيح يا أبو سعود أفندي. سمو الأمير مصطفى راح يبقى هون معكم، وحضرته راح يدير الأمور طول فترة الحملة. باشا لطفي باشا كان متولي موضوع ملاحقة بيوت الدعارة والحانات بالمدينة. بتمنى منكم تكلفوا القضاة بهي المهمة، لأنه هاي البيوت رجعت تشتغل مثل الأول. إن شاء الله وقت منرجع من حملتنا رح نناقش هذا الموضوع. بدي منكم تنتبهوا منيح، ما بدي أي مشاكل. المفروض نكون حذرين يا باشا. مزبوط تركتوا 3000 انكشاري، بس بجوز يصير تمرد بأي لحظة. كيف سمو الأمير رح يقمعوا بهالعداد؟ عيون رجالنا مفتوحة يا باشا، كن مطمئن ولا تأكل هم. خسرف باشا، أنا رح كون قريب كتير، لا تأكل هم. إذا صار تمرد لا سمح الله رح نفتح أشرعتنا ونوصل بأسرع وقت إن شاء الله. شلي جالي. خليك صاحي عطول، وأوعى تترك الأمير بغيابنا، ومثل ما كنت عم قول قبل شوي إذا صار شي بعت لي خبر. لا تأكل هم يا باشا، بس بصراحة أنا مشغول بالي كتير على السلطانة ناهي الدوران، حضرتها كتير متوترة. هالشي مزبوط، ولهيك لازم تكون حذر. أوعى يرتكبوا أي خطأ يا تشالي جالي،
وإلا ما عاد فيني أحمي سمو الأمير. الله ينصر مولاي السلطان ويرجعه سالم. آمين. آمين. جهانجير انت روح لعند ماما وانا بلحقك بعد شوي. عفيفة خانم، غرفتي جاهزة مو هيك؟ ايه جاهزة يا سلطانة، وإذا حضرتكم بتحتاجوا أي شيء خبروني مشان جهز لكم إياه. فكرت حضرتك رح تعدي عند السلطانة شهرزاد؟ وين ما بيكون ابني مصطفى أنا بكون يا مريم. شو القصة مريم؟ في أي مشكلة حبيبتي؟ لا، وإذا بتحبي ضلي معنا يا سلطانة وهيك منشوف بعضنا على طول، لأنه طول فترة غياب مولانا عن القصر أنا رح أبقى هون، ما رح أترك أمي لحالها. بتعرفوا بكل حملة بيصير معها مشكلة مو متوقعين بنوب. فيني أفهم أنت شو بتقصدي؟ من مين بدك تحمي السلطانة؟ منا نحن؟ مو مهم من مين، مولاي هلأ مو موجود معها بالقصر وهي فرصة ذهبية يا سلطانة، بس أقسم بالله أني ما رح أرحم المذنبين، ولو مين ما كانوا يكونوا يا سلطانة. عن إذنكم. أنتوا سمعتوا شو قالت؟ مريم صارت تهددنا. يا خسارة. خديجة يلا خلينا نروح. عفيفة خانم، الحرم لك هلأ هو مسؤوليتك. طول فترة غياب مولانا ما بدي أي مشاكل، مفهوم؟ لا تقلق بنوب يا سلطانة شهرزاد. الله ينصركم ويرجعكم بخير وسلامة يا مولاي. آمين. العاصمة هلأ بأمانتك يا مصطفى، الله يكون بعونك. مولاي اطمن. جلالة الملكة إيزابيل، وأخيراً وصلت المساعدة. محمد باشا بعث لنا جيش عدده كبير بحدود 20,000 جندي. نشكر الرب على فضله يا مارتينوزي. محمد باشا قطع الطريق على جيش فرديناند ومنع تحركاته، يعني عساكر فرديناند ما بقى في إله المنفذ. وشك كتير حلو على دولتنا، نشكر الرب يا روح قلبي. وصلتنا أخبار بتقول إنه محمد باشا قدر يوصل لقلعة بودين ويطرد جيش فرديناند ويفك الحصار عنا يا مولاي السلطان. كتير منيح. بعتوا رسالة لمحمد باشا بأقصى سرعة، خليه إلنا الوضع بالتفصيل. بأمرك يا مولاي. مولاي شو في يا أبو سعود؟ مثل ما بتعرفوا يا مولاي، ببودين في كنيسة كتير كبيرة اسمها كنيسة مريم العذراء، وإذا رب العالمين كتب لنا نصيب وقدرنا نفوت على بودين للمرة الثانية، أنا بنصح جلالتكم أنه تحولوا هاي الكنيسة لجامع إسلامي كبير يا مولاي. وإن شاء الله لما مننتصر ونفتح بودين بتمنى أنه نروح نصلي أول صلواتنا بهالجامعات. نصيحتك رح تتنفذ إذا احتلينا كامل بودين،
لأنه ما عم نفكر نحتلها كلياتها، وإن شاء الله إذا احتليناها رح نصلي هنيك. إن شاء الله يا مولاي السلطان، طالما على رأس هذا الجيش الإسلامي قائد قوي وزكي مثل جلالتكم يا مولاي السلطان، ما بيقدر حدا يغلبنا بإذن رب العالمين. آمين. إذا ما في شي تاني فيكم تروحوا. محمد أنت خليك بأمرك. من لما تركنا العاصمة ما عم شوف وشك عم يضحك أبدا. قل لي شو اللي زعجك؟ سلطانة سلطانة وطي صوتك. سلطانة مريم بعتذر لأنه أجيت من دون إذن، بترجاكي تسامحيني بس الموضوع كتير مهم يا سلطانة. خير إن شاء الله، شو في قلي؟ سلطانة تتمالكي أعصابك، الخبر بيتعلق بسمو الأمير سليم، عم يقولوا إنه مريض كتير. وهالشي أكيد؟ مع الأسف يبدو إنه وضعه كتير سيء، وكل الناس هنيك يا سلطانة عم تحكي عن مرض سموه. دخيلك يا رب يحفظه وحمي. شو القصة سلطانة؟ مو واضح، بس طالب من أمي تروح لعنده بسرعة. عم فكر بالقرار اللي اتخذته يا مولاي. أخي مصطفى من سنين عم يدير سنجق منيسة، الكل معجبين فيه وبيحبوه لدرجة كبيرة وبيحلفوا بحياته. وانت كمان رح يحبوك؟ مولاي أنا بعتذر من جلالتك، القصة انه حسيت انه بهي الطريقة اخذت مكان اخي مصطفى يا مولاي. لو بيطلع بايد الانسان ما كان بيأذي نملة يا محمد، وما كان كسر قلب حدا ولا زعل حدا، بس هو ما في يمنع هالشي ابدا، خاصة وقت بيكون هذا الانسان سلطان لكل الكون مثلي. سنجق ساروهان صار تحت ادارتك لانك قوي وبعتمد عليك لدرجة كبيرة، رح تنجح مثل أخوك بالضبط، عندي ثقة كبيرة فيك. لازم تعرف أنه أهم شغلة هي بقاء الدولة العثمانية، بهالحالة ما في مكان للزعل الشخصي والحقد، يعني أي قرار أنا باخده هو لمصلحة الدولة أولا والسلالة، لكن إذا كان الحاكم بده يتصرف حسب العاطفة والحب والمشاعر بتكون قراراته ضعيفة وما حدا بيحترمها. مشان هيك المفروض تفكر بعقلك وتحمي حقك. سلطانة مريم سمو الآغا. سلطانة شو قالت السلطانة هيام؟ شو قررت بخصوص الروحة؟ السلطانة هيام قررت إنه تسافر بكرة الصبح لعند أخي على سنجق كونيا. وكيف رح نروح يا سلطانة؟ والله إذا بيعرف سمو الأمير مصطفى أكيد ما رح يقبل إنه نروح لهنيك خصوصا بهالوقت. أنا بحكي معه، المهم أنت حضر حالك صبح بكير بدكم تسافروا. يا رب دخيلك تحملنا سمو الأمير سليم بجاه الحبيب محمد من كل شر وكل سوء. سمو الأمير محمد، من بعد إذن حضرة جنابكم حابب أحكي معكم بموضوع صغير. سمو الأمير ما رح أخذ كثير من وقتكم، تركوه. شو الموضوع يا عسكري؟ أحكي. عرفت أنه مولانا السلطان سليمان عين حضرتكم على سنجق مانيسا. بعرف منيح شو الحكي اللي عم يحكوا العساكر بين بعضهم، مفكرين الأمير مصطفى انعزل من هالسنجق وأنه مولاي السلطان حطني مكانه. أنت كمان عم تفكر مثلهم؟ حاشا يا سمو الأمير، مين يلي بتجرأ يفرق بين أمرائنا؟ بالعكس أنا حبيت خبركم أني انبسطت من هالموضوع كتير، وأنا وعائلتي كلها عايشين هنيك، وأنا واثق تماماً أنه كل سكان مانيسا رح يحبوا جنابكم. إن شاء الله، والله يقدرني يكون عند حسن ظنه. أنت شو اسمك؟ أنا العبد الفقير لحضرتكم إلياس. شو هاد؟ سمو الأمير هاد سموك حصان. حصان؟ لساته ما خلص ولهيك هو مو واضح، بس إذا قدرت نفذ يلي براسي رح يكون حصان رائع. معناتها وقت بيجهز خليني شوفه، إن شاء الله يكون حصان رائع مثل ما عم تقول. سمو الأمير.
فخرية أنت ليش ما رحتي مع السلطانة؟ حضرتها أمرتني إني أبقى عندك يا سلطانة. سنبل آغا؟ سلطانة حضرتك لا تاكلي هم أبدا، أنا اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية السلطانة مشان تروح وترجع بالسلامة. الله يكون معه ويسر لأموره. آمين. ادخل. سمو الأمير. تشالي جالي بدي إياك تطلع معي، أنا طالع أعمل جولة بالسوق. مثل ما بتأمره. سمو الأمير، السلطانة هيام تركت القصر من الصبح بكير وراحت، بظن إنه عندكم فكرة عن هالشي. لا ما قالوا لي. لوين راحت؟ طلعت تزور لتكية مثل العادة؟ سافرت لقونيا. كيف بتعمل هالشي؟ كيف بتروح بدون ما يكون عندي خبر؟ سمو الأمير، كنت مفكر إنكم بتعرفوا. وصلنا خبر إنه سمو الأمير سليم تعبان وهي راحت حتى تزوره. خير شو بو أخي سليم؟ عم بيقولوا إنه مريض يا مولاتي. الله يحميه ويعافيه يا رب. طيب عرفت شو يلي صاير معه؟ ما في معلومات عنه، بس بما إنه السلطانة هيام راحت لعنده معناتها الموضوع خطير. الله يحميه ويحفظه. كيف بتسافر بهالطريقة؟ هي خبر سمو الأمير قبل ما تسافر؟ سافرت من دون ما تخبر حدا يا سلطانة. أكيد بس يدرى سمو الأمير رح يعصب كتير. ابنة مو منيح، كيف بتكون تبقى هون؟ ما رح ترتاح إلا إذا شافته بعينها. بس يا ريتا خبرتنا بالموضوع قبل، كنت على القليلة سافرت معه. سلطانة عن إذنكم لازم أرجع على القصر. خليوني يجهزوا لي العرباية فورا، أنا لازم شوف مريم وواسيها. فورا بتطلع وراها تشالي جالي وبترجع السلطانة هيام على القصر. تحت أمر سموك، بس هي أكيد ما رح ترضى ترجع. إذا اضطرك الأمر بترجعها بالقوة. كيف رح وضح الأمر لمولانا إذا صار معه شي بالطريق؟ ادخل. سمو الأمير، بعتذر أني فتت بهالطريقة. مريم أنا هلأ دريت، قال سليم مريض؟ سليم صار له أيام مريض يا مصطفى، والحكمة مو عارفانين شو معه. أمي أخذت الحكيم وسافرت. بس ما بيجوز هيك يا مريم، المفروض أنا اللي أتصرف مش عن أخي سليم. اتشالي جالي رح يروح وراها للسلطانة ويرجع. لا سمو الأمير لا تساوي هيك، أمي لازم تروح وتشوفه لأخي. بعدين هو طالبه وما فيها تتركه، تعرف قديش متعلق فيه، وأكيد هو رح يتحسن إذا كانت جنبه. هو ما عنده ثقة بحدا غيره. طيب خلص أنتي اطمني، سليم رح يتحسن وإن شاء الله عن قريب بتوصلنا أخبار منيحة. انت ولي العهد وما بيصير تخجل، سموك رح تكون قد هالمهمة، وأنا رح علمك كل شي بعرفه ورح كون جنبك بكل شي بتحتاجه. القصة مو خجل، بس بصراحة أنا ما بدي السلطان يخيب أمله فيني. مانيسا سنجق مهم كتير، وقبل ما أروح لهنيك أنا لازم جهز حالي بأفضل طريقة. وأنا رح ساعد سموكم، وهلأ بالإذن منك. عفواً سمو الأمير، خلصت الحصان يلي حكيت لكم عنه، وإذا بتسمحوا لي بدي ورجيكم يا. إيه روح جيبه وخلينا نشوفه. من مين هالمكتوب؟ شو هاد يا باشا؟ حضرتك عم تتجسس علي ولا شو؟ من مين هذا المكتوب؟ هالمكتوب كتير شخصي وما بيخص حضرتك أبدا. بالي بيك رستم باشا. بالي بيك، جلالة السلطان طالبكن يا باشا. خير إن شاء الله.
رستم باشا رح يموت من الغيرة. مفكر انه المكتوب يلي اجاني هو من السلطانة مريم، بس هو من اهلي واخي يلي بعت لي اياه. وليش ما قلت له هالكلام؟ لانه انا ماني مضطر. شو ما عجب سموك؟ بالعكس حلو كتير. واضح انه الشغلة مو مجرد هواية. بصراحة مجرد هواية، بس انا كتير بتشرف اذا بتقبلوا هالهدية المتواضعة مني. ماشي. انا وانت التقينا شي من قبل؟ لا يا سمو الامير، بالحقيقة انا تشرفت بشوفة سموك اول مرة لما رحتوا على كورفو، لما اهل البندقية عملوا لكم كمين سموكن واجهتوهن مع بالي بيك ببسالة وقدرتوا تنتصروا عليهم. كورفو كانت أول حملة لألي، وأنا مثلك كمان. إن شاء الله سموك بيكون موجود جنب جلالة السلطان بكل انتصاراته حتى تزيد قوة السلطنة. آمين. إذا ما عندك شي تاني تقوله فيك تطلع. تحت أمر سموك. مولاي وينو مأمون أغلو؟ جاي يا مولاي. مولاي باعتبار الكل إجا، حكي لنا يا محمد باشا شو المعلومات اللي عندك؟ مولاي لما نحن وصلنا على القلعة كان فيرديناند وقواته مرابطين عن باب القلعة وكانوا رح يحتلوها، بس بعون الله وبقوة إيمان جنودنا قدرنا نحتل القلعة ونحاصر جنوده. ووقت حس فيرديناند إنه رح يمسك ترك جنوده محاصرين وهرب. ليش شو ممكن نتوقع من واحد مثل هاب؟ طلبنا يا مولاي نشوف الملكة إيزابيل، بس مع الأسف هي رفضت يا مولاي إنه تفتح لنا بواب قلعة بودين، وقالت إنه هي منتظرة تشريف جلالتك لهنيك. هاي هي المعلومات يا مولاي. طالما هيك بعتوا خبر للملكة إيزابيل بلا ما تستنى أكثر، قولوا لها أنه رح استقبلها هون. مولاي السلطان أنا شخصيا رح خبرها. محمد باشا أنا حابب أني بارك لك بهذا النصر، طلب وتمنى شو ما بتشتهي. سلطان العالم خدمتك أكبر شرف لإلي، وأمنيتي ضل بخدمتك. هذه ليست دموع الهم التي تسيل من عيوني، بل هي حنين القلب والشوق لليالي الصفاء وسماع الموسيقى العذبة بقربك. في غيابك جافاني النوم، كيف لا وهي تنزف دما. لم أعد أهتم لا بالتاج ولا بعباءة السلطة. دموع عيوني تحولت إلى أنهار لأنها ببساطة دموع عاشق متيم. فلا التاج ولا عصى الحكم بإمكانهم أن ينقذوني مما أنا فيه. أشعر أني دخلت في سرداب لا نهاية له ولن أخرج منه أبدا. لو كانت آلام الحياة مثل آلام العشق لكانت جميلة جدا. هذا العشق يغرقني ولا أريد أبدا أن ينقذني أحد منه. لو كل متع الدنيا تدفعني لترك هذا الحب والابتعاد عنه، لن أزيح وجهي عن وجهك يا حبيبتي. Thank you.
جلالة الملكة إيزابيل. أهلا وسهلا. مأمون أغلو بالي بيك. بالي بيك؟ سمعت كتير باسم حضرتكم، حضرتك مشهور كتير. شكرا كتير إليك. مولاي السلطان عم ينتظرك. من هون. مولاي، الملك سيغموند زابوليو وأمه الملكة إيزابيل وصلوا ناطرين برا. خليهم يفوتوا. جلالة الملكة تتشكركن كتير لأنه أنقذتوا مملكتنا، ومنوعدكن ما ننسى هالشي. الملك يانوش زابوليو الرحمة لروحه كان صادق معنا على طول، ونحن كنا نوقف بجنبه دائما لأنه ولا مرة خان دولتنا. وطبعا وفاء لإله ما قبلنا نترك ابنه لحاله يواجه فرديناند. بس في شغلة صغيرة، ليش ما سمحتوا لجنودنا اللي أنقذوكن يدخلوا على القلعة تبعكن؟ من بعد إذن جلالتك، جلالة الملكة رح تجاوبك على هذا السؤال، تفضلي. جلالة السلطان، نحن نتشكرك كتير، يعني لو جنودك ما أنقذونا كنت لقيتنا كلنا هلأ أسرى بإيدين العدو. وبالنسبة لجنودك، نحن ما خليناهم يفوتوا على قلعتنا خوفا من غضب شعبنا، لأنهم بيعتقدوا إنه الجيش العثماني ما بيطلع من المنطقة اللي بفوت عليها. تعال. كون السلطان سليمان سلطان العالم، فأنا بعترف بالابن سيغموند الوريث الشرعي لأبو زابوليو مدى الحياة. لطفكم غمرنا يا جلالة السلطان، ولكن بسبب عمره الصغير من المستحيل يقدر يحمي المملكة لحاله، ومشان مصلحة المملكة أنا بعلنه كدوق حاليا لحتى يكبر. وأكيد فرديناند رح يرجع مرة تانية، ومشان هيك بودين رح تكون من أملاك السلطنة العثمانية. سلطان سليمان، جنودنا بيكونوا فاتوا على القلعة تبعكن هلأ، وبيكونوا أخذوا كل التدابير اللازمة، وتم تسجيل مملكة بودين كمملكة إسلامية، وتم إعلاء صوت الآذان من أبراج مملكة جلالتك. واعتباراً من هاي اللحظة بعين ابنك سيغموند زابوليو أمير أردال، ورح يكون تحت حمايتي دائماً. سلطان، قرارات السلطنة العثمانية ما رح نستقبلها غير كأوامر، ومن هاللحظة أملاككم وأموالكم الموجودة بمملكة بودين بأمان وتحت مسؤولية الدولة العليا، وأرواح كل الناس وثرواتهم تجارتهم وأملاككم وعقاراتهم مطاحنهم ومزارعهم سفنهم وقواربهم وكل شيء بيخصهم ونساءهم وأطفالهم حيكونوا بأمان، وراح يستمروا بنمط حياتهم قناعاتهم ومعتقداتهم الدينية مثل ما كانوا عايشين، لا تاكلوا هم أبدا، وما حدا راح يتدخل بحياة شعبك. وإذا حدا فكر إنه يعتدي على مملكتك، بوعدك جيشي بالكامل رح يوقف بوش المعتدي. ثقتنا بجلالة السلطان رح تستمر للأبد. رح عين مارتينوزي كوصية على أمير أردل لحتى يكبر ويكون قادر على إدارة المملكة لحاله. خسروف باشا، اعملوا كل الترتيبات اللازمة وحطوا خطط كاملة للإعانة. إياكم تهملوا كمان إجراءات الدفاع. أوامر جلالة السلطان الأعظم فرمان، ورح يتنفذ بالكامل. ادخل.
سمو الأمير. خير مريم. هالمكتوب وصل من قونيا هلأ من سمو الأمير سليم. قلي لي صاير له شي؟ سليم كتير منيح، وهالمكتوب كاتب فيه إنه هو مانو مريض ولا شي. شو يعني؟ يعني أمي ما راحت على قونيا يا مصطفى، وما ألا خبر بكل شي صاير معه. كيف بيصير هيك؟ وشو هاد اللي عم تقوليه؟ وأنا كمان عم أتسأل مثلك، وين أمي يا سمو الأمير؟ اللي وين أمي؟ سلطانة؟ خير إن شاء الله يا مرجان. السلطانة هيام، وصلنا خبر إنه ما وصلت على قونيا، ولهلأ ما حدا بيعرف وينها. حبيت خبر جنابكن. وهالحكي كيف وصلكن؟ إجت رسالة من سمو الأمير سليم يا سلطانة، وقال فيها إنه صحته منيحة ومانه مريض. بس ما تكون لعبة من ألاعيب هيام. ما بظن أبدا. أنا بتصور إنه السلطانة صاير معها شي على الطريق. هالشي مو معقول، لو هالشي صحيح كنا عرفنا. سلطانة، يمكن اللي اعترض طريقة خطفه وما ترك وراء أي أثر. نحن لازم نعرف شو يلي صار بأسرع وقت. جلالة السلطان رح يرجع عن قريب، شو رح نقول له وقتها؟ رح نكون كلياتنا متهمين. ما بعرف، أنا شاكك بأمر هالرسالة يا مريم، في احتمال تكون مزيفة. مين ممكن يعمل هيك شيء؟ أكيد في حدا ناصب كمين للسلطانة. هالقصة فيها شيء مو صح. بعدين مين ممكن يتجرأ وينصب كمين للسلطانة؟ إذا هالحكي صحيح معناها أمي مختفية، وما منعرف شو صاير معها أو وين بتكون، عايشة ولا ميتة يا مصطفى؟ يا ربي تحفظها. خلص ارجعي على جناحك هلا. مولاي السلطان على وصول، إذا أمي ما بتلتقى قبل ما يرجع ما حدا رح يسلم من غضبه ولا أي حدا. ادخل. مصطفى، كأنه صاير شي خير، شو القصة؟ السلطانة هيام ما مبينة، وسليم عم بيقول إنه ما أجت على قونيا أبدا. شو عم بتقول؟ وين بدها تكون يعني؟ لهلأ ما عرفنا يا سلطانة، بس اللي تجرأ وعمل هالشي بالسلطانة رح يدفع الثمن غالي. لا، أهلا وسهلا. رح ألبس هاد، شو رأيك؟ حلو ما هيك؟ اطلعوا لبرا. شوفي، واضح يا أختي إنه عندك حكي. هيام وين خديجة؟ ما فهمت شو يعني وينها؟ جاوبيني على سؤالي، وينها هيام؟ وأنا شو بيعرفني؟ قالوا إنها راحت على قونيا، معقول لسه ما وصلت؟ هلأ مو وقته هالمزح، هيام مختفية وما حدا بيعرف وينها هلأ. بظن أنت الوحيدة يلي بتعرفي. شو عم تحكي؟ مو معقول. شو اللي صار؟ ليش وقفنا هون؟ مولانا السلطان هيك بده يا أمير. مولاي، إذا تعبان تفضل ارتاح. لا يا مأمون أغلو، بس حبيت شم شوية هواء. مولاي إذا بتحبوا مننصب الخيمة فورا. ما في لزوم، بدي أوصل هالقصر بأسرع وقت. بإذن الله كله كم يوم ونوصل يا مولاي. مولاي السلطان، أنا ما بدي ضايقكم، بس فيني أعرف شو هو الشيء اللي زعجكم؟ مشغول بالي على سليم يا مأمون أغلو، لهلا ما في أي أخبار عنه.
إن شاء الله يا رب يكون بخير. الله يديمه ويحفظه. لو كان صاير له شيء كان وصلنا الخبر فورا. بالي بيك معه حق يا مولاي، وجناب السلطانة هيام بتكون صارت هنيك، وأكيد رح تدير بالي عليه. إن شاء الله. يا رب تجيب العوائب سليمة. وين بدها تكون راحت؟ ما في بالعادة تغيب هيك. والله أنا خايف تكون، الله لا يقدر يعني. لا مستحيل هالشي، السلطانة مو ميتة. نحن ما لازم نضل عم نتفرج. سنبل آغا فورا بتحضر مجموعة من الحرس لحتى ندور عليها. صار لها أكثر من يومين غايبة يا سلطانة، وين بدنا ندور؟ وأنا ما رح ضل واقفة عم بتفرج، لازم أعمل شي. يا سلطانة كلياتنا منعرف مين إله مصلحة بهيك موضوع. نحن منخاف نسأل، بس بركي إذا جنابك حكيتي معهم منقدر نفهم. سنبل آغا لا تلوميني عفيفة خانم، مو أول مرة بيحاولوا يتخلصوا منا، يعني هن أول المتهمين. وحتى لو كان صحيح مولانا مطول لحتى يرجع، وهو بيعرف شو لازم يتصرف. سنبل آغا كيف وقعتوا بهيك كمين؟ ما بتعرفوا انه اعدائنا ناطريننا على غلطة؟ صدقيني يا سلطانة والله العظيم كنا اخدين كل التدابير، بس شلون صار هيك لهلأ ما عم بفهم. اختي شو اللي صاير؟ كأنه في شي مو منيح. ما في شي ما تقلق، الكل مناح. بس وشك مو هيك عم يقول. أمي لو سمحتي جاوبيني بكل صراحة، أنت إلك علاقة بهي القصة؟ أنا ما بعرف أي شي بنوب، أصلاً ما كان لي خبر وهلأ سمعت منك. سلطانة هذا الموضوع مانو لعبة، مين ممكن يعملها؟ السلطانة خديجة ولا السلطانة شهرزاد؟ ما بعرف وما فيني جاوبك، بس هيام في عنده أعداء كتير وكلهم بدهم يقتلوها، ومين ما كان اللي عملها فهو مشكور. راس الحية كان لازم ينقطع من زمان. يعني نقطع راس الحية برأيك؟ إلا مختفية كل هالوقت، شو ممكن يكون غير هيك يا مصطفى؟ جاوبني أنت. إذا مولانا سألني هالسؤال شو رح يكون جوابي؟ وبما أنه صار هالشي بعد نقلي من الناس رح يتهموني لإلي أنا. أنت حذرتها وحاولت تمنعها تسافر، بس مين بيقدر يوقف أم رايحة لتشوف ابنها المريض؟ ما تنسى أنك خبرت مولانا بهذا الشي. أدخل. سمو الأمير جناب السلطانة. شالي جالي شو صار معكم؟ بلشنا بحث بناء على أوامرك يا سمو الأمير، وركزنا أكثر على طريق قونيا، وإلا ما يكون حد عنده معلومات. استعجلوا لأنه رجعت مولاي السلطان قربت، ضروري نعرف شو صار فيها قبل ما يوصل. أهلا مريم، أنا كتير زعلت على اللي صار، اليوم خبروني إن شاء الله. واضح هالشي كتير، بس لا تتوقعي مني صدق إنكن عن جد زعلتوا. شو معناته هالكلام؟ الكل بيعرف بالعداوة اللي بينكن وبين أمي السلطانة، أنتي والسلطانة خديجة والسلطانة نهد دوران. استغليتوا فرصة غياب السلطان ونصبتوا لكمين. انتبهي شو عم تحكي يا مريم، ولا تنسي مين يلي بتكون واقفة قدامك. أنتي اللي ما لازم تنسي مين اللي واقفة قدامك. أنا بنت السلطان سليمان. أمي وين يا سلطانة؟ شو عملتوا فيها؟ أنت منتبهة على حالك شو عم تحكي؟ أنا شو لي علاقة بالموضوع؟ حاجة بقى، بتنكري العداوة اللي بيناتكم؟ بتنكري إنكم حاولتوا أكثر من 100 مرة تتخلصوا منها؟ وخصوصي السلطانة خديجة، ما خلت شي وما جربته لتقتلها، وكل محاولاتكم فشلت، فلا تمسي علي إنه ما معك خبر. مريم منيح لي اجيتي يا سلطانة. سلطانة شهرزاد قال ما دخلها. بتمنى تكوني جريئة وتجاوبيني. امي هلأ وينها وشو عملتوا فيها؟ انتي شلون بتتجرئي وبتوجهي لي هيك سؤال؟ انا مو مضطرة جاوبك يا مريم، ارجعي على قصرك فورا. انا برجع وقت اللي بدي ارجع، مو على كيفك. انا ما في حدا بيأمرني، واذا شعرة واحدة من راس امي بتنمس اقسم بالله بهد القصر عليكم. لهون بكفي يا مريم، لا بقى تتوعدي أكتر. طولنا بالنا وقدرنا وضعك، بس اوعك تقولي كلام ممكن تندمي عليه بعدين.
سلطانة، انتو اللي رح تندموا صدقيني. السلطان قرب يرجع وما رح يتسامح مع اللي أذوا أم ولاده، ولا رح يتهاون أبدا. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي، ألف الحمد لله على سلامتكم. شكرا يا مصطفى. شوف السلطانات وبعدها بنرجع نحكي. مولاي، مولاي من بعد إذنك، في شيء مهم. تفضل. شو في يا مصطفى؟ شو هالشي اللي ما بيتأجل؟ مولاي، خلال وجودكم بالحملة السلطانة هيام راحت على قونيا. سليم صاير له شيء؟ لا، ما تشغل بالك، سليم بخير. بس حسب الأخبار اللي وصلتنا من قونيا يا مولاي، السلطانة هيام ما وصلت لعند ابنها. شو يعني ما وصلت؟ ما حدا بيعرف وينها، قلنا كم يوم عم ندور عليها وللأسف ما حدا بيعرف وين ممكن تكون موجودة. السلطانة اختفت.